السلام عليكم. في الفيديو ده هنشتغل على الجزء بتاع اد تو كارت، اللي هو اليوزر يضيف مثلا الحاجه اللي عايز يشتريها يضيفها للكارت بتاعته. طيب قبل ما نبدا الفيديو، في ملحوظه بسيطه على الفيديو بتاع المره اللي فاتت. احنا هنا قلنا له لو هو يوزر هات لي الاي دي بتاعه واحفظه لي جوه المتغير اللي اسمه يوزر اي دي اللي موجود جوه الاس سيرفيس، ولو مش يوزر خلي لي الاز يوزر بيساوي فولس. الاز يوزر هو المتغير ده، المفروض برضو ان انا اخلي اللي اليوزر اي دي بيساوي سترينج فاضي. يعني دي كان حاجه نسينا نعملها، فانا برضو هقول له ذس دوت اي اس دوت يوزر اي دي بيساوي سترينج فاضي، عشان لو هو مش يوزر يعني خليه سترينج فاضي. طيب نيجي بقى نبدا الشغل على الكارت بتاعتنا. هفتح الهوم كومبوننت. انا عندي هنا الزرار اللي بضغط عليه اللي هو اد تو كارت هيضيف لي اللي هي بيشغل فانكشن اسمها اد تو كارت، وبياخد اللي هي الجود دوت اي دي، بتاخد الاي دي بتاع البضاعه او الحاجه اللي اليوزر ضغط عليها. طيب انا المفروض في الكارت ان انا هضيف الاسم والسعر والكميه اللي اليوزر طلبها، طلب 2 كيلو 3 كيلو ايا كانت الكميه. طيب انا هضيف الكميه ازاي؟ مفيش هنا حاجه تخليني اضيف الكميه، فاحنا كده بقى محتاجين انبوت ان هو يضيف الكميه. فهقول له هنا مثلا هعمل ديف هحط جواه انبوت والنوع بتاعه نمبر، تمام، اشيل النيم والاي دي مش عايزهم دلوقتي، واقول له كلاس فورم داش كنترول، كلاس من كلاسات البوتستراب. طيب ده انبوت اللي هو هيكتب فيه اللي هي الرقم بتاع يعني عدد الكيلوهات اللي هو عايزه. هقول له هنا البليس هولدر بيساوي مثلا اماونت وبين قوسين كده كي جي عشان يعرف ان هي بالكيلو جرام مثلا، وهيبقى فيه زرار تاني لما اضغط عليه من كليك هنفذ فانكشن اسمها باي مثلا ومكتوب عليه باي. طيب يبقى كده اللي هيحصل، المفروض ان هو لما يضغط على اد تو كارت هيظهر لي الديف ده عشان يكتب الاماونت اللي هو عايزها، ولما يضغط على الزرار بتاع باي ينفذ الفانكشن اللي اسمها باي اللي هي هتشتري الحاجه اللي هو عايزها. طيب المفروض الفانكشن دي هتعرف هو الكميه اللي هو عايزها، فاعمل هنا تمبلت فاريبل هسميه مثلا اماونت عشان يشاور على الانبوت ده، واديله اللي هو اماونت دوت فاليو عشان ياخد القيمه اللي مكتوبه جوه الانبوت ومرها للفانكشن على انها تبقى الاماونت بتاعي. طب جميل، امتى ده يظهر؟ انا عندي كذا حاجه هنا، يعني كذا بضاعه. المفروض مثلا لو ضغطت على البنانة هيظهر لي هنا في البنانة، ولو ضغطت على الستروبري هيظهر لي هنا في الستروبري. طيب انا عايز بقى حاجه يعني تفرق لي بين كل واحده، ممكن افرق بينهم عن طريق الاندكس. فاجي هنا كده يعني بدل ما امرر الفانكشن دي امر لها الاي، المفروض انها بدل ما امرر لها الاي دي امر لها الاندكس. فاجي هنا اجيب الاندكس اقول له اندكس از اي، وهنا الفانكشن دي هتاخد الباراميتر بتاعي اللي هو الاي. طيب انا ليه ما عملتهاش عن طريق الاي دي؟ ممكن اعملها عن طريق الاي دي، بس المفروض بقى ان انا هروح يعني في الاري بتاعتي واشوف انهي بضاعه او انهي اندكس بيساوي الاي دي بتاعي، بيساوي الاي دي اللي مررته. فالاسهل ان انا امرر الاندكس، واجي هنا هقول له هتاخد اللي هو الاندكس، نشيل ده دلوقتي. طيب هظهر ده بقى يعني لو كان اليوزر يعني ضغط على البضاعه بتاع الاندكس ده، لما يضغط على مثلا البنانه هتظهر لي هنا، يعني ضغط على الاندكس 0، فلازم يبقى فيه هنا فاريبل يفرق لي بين الاندكس. فاعمل هنا متغير مثلا اسميه اد ونوعه نمبر، والقيمه بتاعته هخليها سالب 1، القيمه الديفولت بتاعته اللي هي سالب 1 عشان طبعا مفيش اندكس سالب 1. واجي هنا اقول له اظهر لي الديف ده لو ان جي اف بيساوي، لو كان متغير اللي اسمه اد بيساوي قيمه الاي بتاعتي اللي هو الاندكس بتاع
الجزء ده او بتاع البضاعة اللي اليوزر ضغط عليها. طب جميل، يبقى هنا بقى المفروض في الاد تو كارت هقول له this dot add بيساوي الاندكس، واعمل هنا علامة زائد عشان اعرفه ان هي نمبر عشان تتحول لنمبر، واقول له هنا ان ده نوعها نمبر. طيب جميل، والزرار ده المفروض بقى يختفي خلاص، فاقول له هنا ان جي اف بيساوي لو اد بيساوي سالب واحد. طيب جميل، اعمل كده سيف اول واروح اشوف هو هيظهر ولا مش هيظهر. لو ضغطت هنا على البنانه هيظهر، ظهر لي اللي هو الانبوت بتاعه وزرار الباي، بس زرار الاد اختفى من الاتنين التانيين، لان انا هنا قلت له لو هو بيساوي سالب واحد، لكن هو ما بيساويش سالب واحد، يعني لما ضغطته هنا اتغير بقى الاي اللي هو في حاله البنانه صفر. فانا اقول له لو هو ما بيساويش الاندكس بتاع اللي هو الجزء ده لا يساوي الاي. وهنا طبعا اللي هو البوتوم بتاعي هقول له كلاس مثلا بي تي ان، بي تي ان داش برايمري عشان ياخد شكل لطيف كده، واعمل سيف. لما بضغط هنا ظهر لي هنا عند البنان، ولما اضغط هنا اختفى من البنانه وظهر لي في المانجو الكلام ده. طيب جميل كده كل حاجه تمام. الخطوه اللي بعد كده بقى ان انا لما اضغط على الزرار بتاع الباي ده هيضيف لي الحاجه اللي انا ضغطت عليها بالكميه اللي انا حددتها، يضيفها لي لقائمه المشتريات بتاعتي. طيب نيجي نعمل الفانكشن اللي اسمها باي، هتاخد اللي هي الاماونت بتاعتي والقيمة بتاعتها نمبر. المفروض بقى ان انا اروح اضيف البضاعة حسب الاندكس اللي اليوزر ضغط عليه. ممكن اخلي الفانكشن بتاعتي هنا تاخد باراميتر تاني وهو الاندكس، ممكن اجيب الاندكس من خلال اللي هو الفاريبل ده اللي اسمه اد، لان انا هنا بحفظ فيه الاندكس فهو موجود عندي اصلا. طيب انا هعمل متغير عشان يعني احط فيه الاوبجكت اللي انا هحفظه في الداتابيز بتاعتي، هقول له مثلا سيلكتد او مثلا سيلكتد جود بتساوي this دوت جودز اوف اللي هي this دوت اد عشان يجيب لي اللي هي للمستخدم اختارها، وابدا بقى اعمل الاوبجكت بتاعي، هقول له let مثلا الداتا بتساوي اوبجكت. اوبجكت ده في اول حاجه خاصيه النيم اللي هي سيلكتد جد دوت النيم، وفي خاصيه تانية مثلا اللي هي الاماونت والقيمه بتاعتها اللي هي اقول له زائد اماونت والزائد عشان احولها لنمبر. في عندي بعد كده البرايس واقول له selected gold dot برايس، بس كده انا محتاج التلاتة دول اللي انا اضيفهم احفظهم في الداتابيز بتاعتي. طيب المفروض بقى بعد كده هنادي على فانكشن اللي هي تحفظ في الداتابيز، هعمل سيرفيس اللي هي مسؤولة عن التعامل مع الكارت، فاقول له هنا ng.js services slash cart. هيروح يعمل لي هنا في فولدر السيرفيسز هلاقي ملف اسمه cart.service.ts. طيب هعرف الفانكشن اللي هي هتضيف، هقول له add to cart، المفروض هتاخد الداتا بتاعتي، والداتا النوع بتاعها طبعا جد، عامل امبورت الانترفيس بتاعتي. هتعامل مع الداتابيز فهعمل انجكت للانجولار فاير ستور، فاقول له برايفت اف اس النوع بتاعه انجولار فاير ستور، وهعوز ان انا لما اضيف اللي هي الداتا هضيفها بتاع اليوزر الحالي، فمحتاج الاي دي بتاع اليوزر، والاي دي زي ما احنا عارفين موجود هنا في الاس سيرفيس، فاعمل لها برضو انجكت واقول له برايفت اي اس من نوع الاس سيرفيس عشان اجيب الاي دي بتاع اليوزر. طيب جميل، ازاي بقى اضيف داتا للكوليكشن بتاعتي؟ ليه كوليكشن؟
انا عندي المفروض اليوزر هيختار كذا حاجة او هيشتري كذا حاجة، فانا هاجي هنا في الداتابيس بتاعتي هعمل كوليكشن اسميها مثلا كارت، واحفظ فيها كل البيانات بتاعتي او كل الحاجات اللي اليوزر اشتراها. طيب قلنا عشان اتعامل مع الكوليكشن هقول له this dot fs dot collection، وبديله هنا المسار بتاع الكوليكشن بتاعتي. انا عندي المسار users، نتأكد من الاسم بين users صح، سلاش المفروض الاي دي بتاع اليوزر بتاعي، وبعده كلمة كارت عشان يعمل كوليكشن هنا كده جوه الدوكيمنت بتاع اليوزر يسميها كارت. طيب عشان اجيب الاي دي بتاع اليوزر هقول له this dot as dot user id. كده انا وصلت للكوليكشن بتاعتي. عشان اضيف داتا هقول له dot add، عندي ميثود اسمها add دي اللي بتضيف داتا، يقول لك هنا بتاخد اوبجكت، هقول له خد الداتا بتاعتي اللي هو الاوبجكت ده اللي هو همرره كباراميتر هنا وانا بستدعي الفانكشن بتاعتي. طيب الميثود دي بترجع لي ايه؟ بترجع لي هنا بروميس، فاعمل لها ريتيرن عشان اقدر اوصل للبروميس من خلال الكومبوننت بتاعي. هقول له اول حاجه اعمل انجكت للسيرفيس بتاعتي، هقول له هنا برايفت سي اس من نوع كارت سيرفيس، واجي هنا في الاد بعد ما جهزت الاوبجكت بتاعي اللي فيه الداتا هقول له this dot cs dot add to cart، يقول لك عايز داتا بتاعتك، هقول له خد اللي هي الفاريبل اللي اسمه داتا. طيب جميل، بعد كده دوت زن بقى لما الحاجه تنضاف المفروض بقى ان انا الغي ده وارجع الزرار اللي هو الاد تو كارت، فانا هرجع المتغير بتاعي اللي هو this dot add هخليه بيساوي القيمة الديفولت بتاعته اللي هي سالب واحد. تعالوا كده نعمل save all ونجرب نشوف هيشتغل ولا لا. اجي هنا اقول له add الاماونت مثلا 5 واقول له باي، استنى ما يضيف داتا، كده المفروض ان هو ضاف الداتا بتاعتي. شوف الكونسول ما فيهوش اي ايرور، افتح الداتابيز لو عملت ريفريش هلاقي هنا عمل كوليكشن اسمها كارت جوه اللي هي اليوزر بتاعي، طبعا الدوكيمنت اللي واخده الاي دي بتاع اليوزر، وجواها هنا ضاف لي جوه الكوليكشن دي ضاف لي دوكيمنت باي دي اوتوماتيك، زي ما احنا عارفين ان هي الفاير بيز بتعمل اوتوماتيك اي دي، وقال لك الاماونت 5 والنيم مانجو وبرايس 5. جميل، الخطوه اللي بعد كده بقى ان انا في الكارت كومبوننت هنا كده لما المستخدم يفتح الصفحه دي يعرض له الحاجات اللي هو اشتراها. هاجي انا في الكارت سيرفيس بتاعتي هعمل ميثود اللي هي هتجيب لي الحاجات اليوزر اشتراها، هقول له مثلا جيت كارت، ودي طبعا مش هتاخد اي حاجه، وكل اللي هتعمله برضو هتعمل ريتيرن للكوليكشن بتاعتي. بنا هنا كده هاخد ده كوبي كوليكشن برضو هي يا، وطبعا مش هعمل اد، هقول له فاليو changes او سناب شوت changes. قلنا الفرق ان سناب شوت changes انا ممكن اوصل للاي دي. طيب هل انا هبقى محتاج الاي دي بتاع الدوكيمنت بتاعتي؟ يعني هنا كده هبقى محتاج الاي دي ده؟ هبقى محتاجه، لان المفروض هنا في الكارت هيظهر له الحاجات اللي هو اشتراها وفي امكانيه انه يعدل فيها او يمسحها يحذف الحاجه، فانا اتعامل مع الدوكيمنت نفسها عشان اقدر اتعامل مع الدوكيمنت لازم ابقى عارف الاي دي بتاعها. فانا هقول له اللي هي سناب شوت changes. طيب جميل، هاجي هنا في دول كده خلاص مش عايزين حاجه من الهوم، وافتح اللي هي الكارت كومبوننت بتاعتي، هفتح الكارت تي اس، هعمل انجكت للسيرفيس بتاعتي، هقول له برايفت سي اس من نوع كارت سيرفيس، واجي هنا في الاون انت هقول له this dot cs dot get cart عشان يجيب لي اللي هي الكارتس بتاعتي او الحاجات اللي اليوزر اشتراها. هنا بقول لك بترجع اوبزرفابل من الدوكيمنت زي ما احنا عارفين، هقول له دوت سبسكرايب وتاخد الكارت تمررها للفانكشن دي. هعرف هنا متغير اسمه مثلا شوبينجز،
او كارت، هسميه كارت، والنوع بتاعه array. بس هنا هيبقى في مشكلة لما اجي هنا جوه الفانكشن دي، اما اجي استخدم الكارت بتاعتي عشان اوصل للكارت دي، منساش ان انا اقول له this. يعني لما اقول له this dot cart هيوصل لي للكارت دي اللي هي بره في الكلاس، لكن كارت لوحدها هبقى قصدي اللي هي الكارت دي. طيب هقول له دي نوعها array. array من ايه؟ array من مفروض الجد اللي موجودة جوه الكارت. طيب هنا الانترفيس بتاعتي ما فيهاش كلمة amount او ما فيهاش بروبرتي اسمها amount، ممكن اضيفها في الانترفيس دي وممكن اعمل انترفيس تانية واكتب فيها البروبرتيس بتاعتي. انا هعمل انترفيس تانية، هقول له هنا كده نيو فايل، هسميه مثلا شوبينج دوت انترفيس دوت تي اس، واقول له اكسبورت للانترفيس اللي اسمها شوبينج. طب الانترفيس ده يبقى فيه ايه؟ هيبقى فيها خاصيه النيم والبرايس، الاثنين دول هيبقوا موجودين فيها، وفي خاصيه تانية اسمها اماونت ونوعها نمبر. واجي بقى في الكومبوننت بتاعي هقول له ان دي array من الشوبينج، والقيمه بتاعتها الديفولت بتاع اللي هي array فاضي. جميل. اجي هنا بقى هقول له this dot cart، انا كده قصدي اللي هي الكارت دي، بتساوي هعمل ماب على الكارت بتاعتي، لا كارت لوحدها، هقول له كارت دوت ماب اللي هي كارت لوحدها اللي هي دي، انا قصدي عليها. هعمل ماب واجهز بقى الاوبجكت اللي انا احفظه هنا، زي ما عملنا في الهوم كومبوننت هنا كده، ان احنا عملنا ماب على الحاجات اللي جايه من الفانكشن بتاعتي اللي هي الداتا بتاعتي، عملت عليها ماب عشان جهزت اللي هو الاوبجكت اللي انا احفظه في الاراي بتاعتي. طيب هتاخد اول حاجه هنا كده، تاخد مثلا متغير اسميه شوبينج، تمرر الفانكشن دي بتعمل ريتيرن لاوبجكت. الاوبجكت ده فيه خاصيه اسمها اي دي، الخاصيه دي القيمه بتاعتها هقول له ان هي الشوبينج دوت بيلود دوت دوك دوت اي دي. جميل. في بعد كده بقى اللي هي الداتا اللي جالي، الداتا اللي محفوظه عندي، هاخد الخواص اللي فيها، يبقى اعمل سبريد اوبريتور هنا كده اقول له شوبينج دوت بيلود دوت دوك دوت داتا. انتوا عارفين الميثود اللي اسمها داتا بترجع لي الداتا اللي محفوظه في الداتا بيز عندي، اللي هو التلات خواص دول، اوبجكت فيه التلات خواص دول، هعمل له سبريد اوبريتور عشان احفظه هنا. طيب ايه الايرور اللي عندنا هنا؟ بيقول لك بروبرتي اماونت از ميسنج ان تايب اي دي سترينج كذا. طيب اجي هنا اخليها اوبشنال عشان الايرور ده يروح. في ايرور تاني بيقول لك تايب اي دي سترينج مش عارف ايه ازنت اسينبل تو تايب شوبينج. طيب جميل، يبقى هنا عايز برضو اللي هو الاي دي، نسينا الخاصيه اللي اسمها اي دي، اقول له دي برضو كده نوعها سترينج اوبشنال ونوعها سترينج. جميل، مفيش اي ايرور ظاهر. طب حلو، بعد الماب دي هشوف بقى ان انا اروح اعرض الكارت بتاعتي اشوف شغاله ولا لا، فاقول له كونسول دوت لوج ذس دوت كارت، اعمل سيف اول واروح اجرب الابلكيشن بتاعي. ظهر لي هنا ايرور كده غريب بيقول لك invalid pass اللي هو يوزرز سلاش كذا سلاش كارت، بيقول لك باس ماس نوت كونتين سلاش سلاش انزيم. طيب ايرور ده فين؟ بيقول لك كارت كومبوننت الهوست ان جي فاكتوري مش عارف ايه جي اس، المهم بيقول لك هو في كارت كومبوننت. طيب نروح الكارت كومبوننت فين؟ هنا الكارت كومبوننت مفروض في غلط هنا بقى في المسار ده اللي هو اللي انا كاتبه هنا جوه الجيت كارت. طيب انا كاتب ايه؟ انا كاتب يوزرز سلاش ذيس دوت اي اس دوت يوزر اي دي سلاش كارت، هو هنا شال ده
شال ده معناه ان هو سترينج فاضي. طيب هو سترينج فاضي ليه؟ هي القيمة الديفولت بتاعته سترينج فاضي، بس المفروض ان احنا غيرناها في الناف. يعني لما جينا هنا كده في الناف بار قلنا له لو هو يوزر غير لي اللي هي القيمة دي، خليها اللي هي الاي دي، ما تخليهاش سترينج فاضي. طيب ليه هي سترينج فاضي؟ لما بدأت الابليكيشن بتاعي او لما فتحت الموقع كنت فاتحه على الكومبوننت اللي هو الكارت، فكان لسه الناف بيتعمل، كان لسه بيتعمل سبسكرايب لهنا. فين الناف؟ رجعوا تاني. كان لسه بيتعمل سبسكرايب لليوزر، لكن الفانكشن دي اتنفذت قبل ما السبسكرايب يخلص. يعني لما الوقت ما ندى الفانكشن دي اللي هي جيت كارت، كان اليوزر اي دي لسه سترينج فاضي، ما كانش لسه وصل للاي دي. فانا لازم اللي هو اتاكد ان انا اما بشغل الفانكشن بتاعتي او الكومبوننت بتاع الكارت يتعمل بعد ما يتاكد ان هو يوزر. طبعا احنا عاملين الكلام ده لما ظهرنا الكارت وخفيناها والكلام ده، لما ظهرنا اللينك بتاعها. فانا متاكد ان هو مش هيدخل على الكومبوننت ده الا لو هو يوزر، لكن انا هنا دخلت عليه وانا مش يوزر، لاني دخلت على اللينك مباشره. انا ما منعتش اللينك لسه، حته ان انا امنع ان هو يدخل على اللينك لو هو مش يوزر والكلام ده هنشوفه بعدين. طبعا كان ممكن اعمل سبسكرايب للاوبزرفابل اللي اسمه يوزر، اللي هو هنا الاوبزرفابل ده اعمل له سبسكرايب واشوف هو يوزر ولا لا. فهي المشكله دي ظهرت عشان كده، ممكن احنا نتجاهلها دلوقتي، وممكن ان انا اشتغل بالسبسكرايب. يعني بدل يعني هنا كده في الكارت كومبوننت بتاعي هنا جوه الفانكشن دي اعمل سبسكرايب للاوبزرفابل اللي اسمه يوزر، ممكن اعمل كده وممكن اتجاهلها دلوقتي، لان بعدين هنخلي ان هو ما يدخلش هنا الا لما يبقى يوزر، حتى لو دخل باللينك. لكن انا مثلا لو رجعت للهوم وعملت ريفريش، ودخلت على الكارت ما ظهر ليش الايرور بتاعي، وظهر لي الكود اشتغل عادي جدا. فهي كانت المشكلة من كده. فانت يعني لما تيجي تعمل ريفريش اتأكد ان انت في الهوم، او روح للهوم وارجع تاني للكارت. ظهر لي هنا الحاجة اللي محفوظة جوه الكارت بتاعتي. مفروض بقى ان انا هروح اعرض الكلام ده، اعرضه في تيبل كده ظريف. شوف طبعا الايرور ده بيقول لك كونكشن ريسيت مش عارف ده، عشان بس النت بطيء او كده. ما علينا، المفروض بقى ان انا هروح اعمل لوب على الاري بتاعتي، الاري اللي انا حافظها هنا فين كارت كومبوننت. الاري دي هعمل عليها لوب واعمل جدول كده ظريف في ال HTML. انا هعمل الجدول وهرجع تاني. رجعنا تاني، انا عملت هنا تيبل في خمس خانات، النيم والبرايس والاماونت، وخانه للتوتال وخانه للاوبشنز. خانه الاوبشنز فيها زرارين اللي هما سيف وديليت، وخانه اللي هي التوتال فيها ان انا بضرب اللي هي البرايس في العدد عشان يعني اشوف الكميه بتاعت او الحساب الاجمالي بتاع الكميه المستخدم طلبها. وطبعا هنا بعمل اللي هي البايب اللي هو كرنسي عشان تظهر بشكل اللي هي البايب، او بشكل هي جنبها علامه الدولار بتاع العمله. طيب وهنا في انبوت، المفروض الانبوت ده القيمه الديفولت بتاعته هتبقى اللي هي الكميه اللي المستخدم محددها، وان انا لما بغير في الكميه دي او ما بغير في الانبوت ده هيعمل لي سيف للكميه بتاعتي. طيب عشان اعمل ربط بين الانبوت بتاعي او القيمه اللي جوه الانبوت والكميه بتاعتي، الكميه اللي موجوده جوه الاوبجكت اللي اسمه جاد، هنا انا عامل طبعا لوب اللي هي ليت جاد اوف كارت واندكس از اي، عشان لو احتجت الاندكس في الفانكشنز اللي هي دي اللي هي السيف وديليت. هنشوف السيف وديليت في الفيديو الجاي. هنا عشان اربط بين اللي هي القيمه اللي في الانبوت وقيمه اللي هي البروبرتي اللي اسمها اماونت بتاع الجد بتاعتي، هستخدم التو واي بايندنج. هفتح براكتس وبعدين بريسز واقول له ان جي موديل بيساوي جد دوت اماونت. كده انا بعمل ربط بين الاماونت وبين اللي هي القيمه اللي موجوده جوه الانبوت بتاعي.
يعني انا لو غيرت القيمه اللي جوه الانبوت، القيمه بتاع الخاصيه دي اوتوماتيك هتتغير، ودي اللي انا هستخدمها عشان اعمل سيف. طيب تعالوا الاول نروح على الهوم قبل ما نعمل سيف، عشان اما اعمل ريلود اعمل ريلود وانا في الهوم، عشان اما ارجع للكارت ما يظهرليش الايرور اللي كان ظهر لي. هعمل سيف، او قبل ما نعمل سيف نشيل هنا الكونسول ده خلاص مش محتاجينه، واعمل سيف اول. لما بروح للكارت بيظهر لي اللي هي الحاجات اللي انا طلبتها، هنا الاسم يقول لك طلبت مانجو، البرايس بتاعها 5 والاماونت 5، يبقى التوتال 25، وهنا الاوبشنز سيف وديليت، وكذلك مع الستروبري. ممكن هنا اعمل اللي هي البايب بتاع تايتل كيس عشان تظهر اللي هي اول حرف كابيتال وهكذا، وهنا الانبوت تبديله كلاس بتاع البوت ستراب عشان يعني شكله يبقى اظرف كده. يبقى انا ضفت اللي هي الحاجه بتاعتي او البضاعه للكارت بتاع اليوزر، وعرفت ازاي اظهرها. في الفيديو الجاي بقى هنشوف ازاي اما اعدل حاجه هنا واعمل سيف يغير في الداتابيس بتاعتي، واشوف ان انا ازاي اعمل لها ديليت. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.